اموري يا استاذ. النبي اخويا اوعى، هو فين اللي اسمه شاكر عبد الشكور ده؟ الاستاذ شاكر لسه ما وصلش يا فندم. ايوه يعني الاستاذ زفت اللي لسه ما وصلش ده جاي الشغل ولا مش جاي؟ والله اللي كان المفروض يبقى هنا من ساعه. طيب نقعد نستناه بقى طالما جاي. ممكن اعرف حضرتك مين؟ مراته يعني لو ما يضايقكش. اهلا وسهلا. اهلا بيك. تحب تشرب ايه؟ هشرب من دمه ان شاء الله وعزمك عليه. اتفضل يا سيدي اقعد على مكتبك. لا اله الا الله، انا حاطين له يافطه كمان. والله لا يبقى اخرك اليافطه دي، اما خليتك ذكرى يا شاكر. ماشي. يا صباح الفل والورد الدبلان. صباح الخير يا شاكر. صباح ازيك يا شاكر؟ مالك يا شاكر؟ الكلام وقف في حلقك ليه يا شاكر؟ اتربطت ولا ايه يا شاكر؟ شفت عفريت قدامك ولا ايه يا شاكر؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ ايه اللي جابني هنا؟ اللي جابني هنا ده، ايه رايك؟ ايه ده؟ ده مش انا. اشتريني حاجات كتير قوي. الفيديو ده معمول له فوتوشوب. فوتوشوب؟ ماشي. وقميصك ده فوتوشوب يا شاكر؟ وسحنتك دي برضه فوتوشوب يا شاكر؟ وباروكتك دي فوتوشوب يا شاكر؟ محدش يعرف انها باروكه، بلاش فضايح. لا هيعرفوا يا شاكر، هيعرفوا. هو انت لسه شفت فضايح؟ ده انا هصيطك. عارف يعني ايه هصيطك؟ انا مش طلقتك، انت عايزه مني ايه؟ لا طلقتك وعايزه مني ايه؟ لا انت فاكرها بالسهل ولا ايه؟ انا يا شاكر، انا يا دنيا واطي تسيبني وتروح تصرف فلوسك على عيله معفنه بثلاثه تاغ؟ ليه؟ مش كفايه مستحمله مخلك وقرفك ونتنتك؟ هو رضينا بالهم والهم ما رضيش بينا. صح يا شهانم كده؟ اوعى ايدك دي لا اقطعها لك، لو مديت ايدك هتضحك. روح اقعد مكانك. لا انت رايح فين؟ لو انت فاهم ان دخول الحمام زي خروجه. صلي على النبي. اوعى كده يا استاذ شاكر. هاتي نفسك يا مدام. يا نهار اسود.